كده انت ملع ولي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعال تعال في حضن ابوك، تعال تعال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب، رجعنا لكم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم يا جماعة الخير حنشوف بيض السمان وحنلمه من البيت تبعهم، وحنتكلم عن السمان اكثر وحنجيب مواضيع كثيرة ان شاء الله. كل حاجة انت يعني بتحتاجها للسمان ان شاء الله اذا قدرت ان انا اوفر لك اياها في الفيديو هذا حوفرها، طبعا مع الذهبية الصغيرة. تعال يا بابا. فخلنا نروح نشوف ونلم البيض، وحنلم البيض ان شاء الله وحنتكلم كثير وحنشوف السمان اللي عندي والى ذلك. فايش مستني؟ لو اول مرة بتفوت قناتي انزل تحت واشترك في القناة وفعل تنبيه الجرس الفائق ابو حزين ليصلك كل جديد، وخلنا نروح ولس جو. ولي 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 ولي. خلنا بس ايش نروح نرجع الذهبية ما شاء الله عليها. بسم الله هنرجعها يا جماعة، هي واخواتها ما شاء الله عليهم. طبعا هذه الذهبية واخواتها غاد، وفي كمان واحدة غاد. صراحة مناظرهم كثير حلوة، فحنجيب لهم الاكل لانه شكلهم جعانين، وبعد هيك حنروح ننتقل الى فقرة السمان وموضوع حلقتنا لهذا اليوم ان شاء الله. فخلنا بس ايش اجيب لهم الطعام ومن ثم ننتقل الى الجزء هناك في البيت الثاني، حنلم اللي هو البيض، بيض السمان والى ذلك. فبذكرك لو انت لسه ما حطيتش لايك انزل تحت واصلح لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل تنبيه الجرس الفائق ابو حزين ليصلك كل جديد. وخلنا نروح نجيب طعام للكتاكيت وهيا بنا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا لسه بطعميهم علف نمره واحد وهذا للام، فحندخل الكتاكيت ونسمي الله ونحط لهم الطعام. بسم الله. بس تنعفي الهوش تكوني شاطرة وتنعفي الهوش عشان احبك. طبعا هيبدو ان هم ياكلوا، حنتركهم ياكلوا، هنروح نذهب الى موضوعنا والفيديو تبعنا ان شاء الله. طبعا زي ما قلت لكم هنروح على البيوت بيت السمان وحنتكلم كثير ان شاء الله، هنتكلم بما فيه الكفاية ومعلومات كثير 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 عن السمان وبيض السمان وإلى ذلك. بس إيش إن شاء الله ربنا يعطيني اللي هو الفكر على أساس أنه أنا أقدم لكم كل النصائح كل المعلومات اللي أنتم بتحتاجوها في تربية السمان إن شاء الله. فخلنا نفوت على البيت ونقول بسم الله. طبعا جماعة الخير حنفوت ونشوف البيت، حنشوف وحنلم البيض إن شاء الله. فبسم الله. إيش هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يا جماعة الخير هاي أول واحدة لقيناها، وهذا إشي ما بصر، لقينا سمانة مستشهدة أسرى الحرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب فيها إشي؟ فيش فيها إشي، ولا مقرومة ولا متنيلة. طيب من إيش؟ معقول مسمومة؟ طب عرسة؟ طب إيش القصة؟ طيب لا إله إلا الله. من هان أخذنا ومن هان طمرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام جماعة الخير، كمبدئيا لقينا واحدة مستشهدة على ما يبدو، فحنشوف نجمع البيض وحنتكلم. طبعا في من الإخوة قالوا لي يا أبو آدم كم المدة اللي بتحتاجها اللي هي أنثى السمان لما توضع بيض، يعني من أول عمر من أول يوم
لوقتش قبل ما تصير تبيض او لما تصير تنتج من 30 ل 40 يوم بتصير تنتج. طبعا انا حاط الكتاكيت معاهم، فاحنا حنتكلم على السمان ان شاء الله. فالانتاج تبعهم بعد 40 او 30 يوم، طبعا الذكر بيبدا يكسر على 40 يوم كمان وبيبدا ان هو البيض يكون في انتاج. طبعا في من الاخوه بيقول لي هل السمان بيبيض من غير ذكر؟ فانا هيو عندي بيبيض من غير ذكر زي ما شايفين ما شاء الله. هل قد حنلم البيض تبعهم؟ خلينا نفوت نلم البيض. اسكر الباب تمام. حنلم البيض يا جماعه. هاي معنا بيضه وهي كمان واحده، بس ما تطلعيش على الكاميرا. على الكاميرا لا، على الكاميرا خليكي شاطره وانزلي. في هان كمان، هاي بيضه وهي بيضه وهي كمان بيضه. تمام معنا 5 بيضات الحاصل او الناتج من السمان. طلعت على ظهري، طلعت على ظهري. هاي في كمان بيضه هان شكلها. تمام صاروا 6 بيضات. خلينا نشوف بركي نلاقي كمان. ثواني يا حجه انزلي انزلي. ايش راضي تنزل ولك انزل؟ طلع لي على ظهري، ايش بدك مني؟ طب جرحتيني. طيب تمام يا جماعه الخير، حنشرح لكم عن البيض. البيض مفيد كثير 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 للي عنده اللي هو يلي بحبش البيض، لانه هذا البيض فيه حاجات منيحه له. للي بحبش البيض او بحبش اللي هو ريحه البيض، زناخه، هذا ملوش زناخه وريحته او وبشهي. طبعا بفتح الشهيه لما تاكل بيضه او بيضتين من هدول، كانك ماكل كرتونه من البيض العادي. بالنسبه للشهيه بفتح الشهيه بتليار مره بالنسبه للبيض العادي. ايش كمان؟ طبعا في ناس اخوه قالت لي يا ابو ادم هل السمان بركض على البيض؟ صراحه انا من وجهه نظري ومن اللي صار معايا عندي في المكان ومن تربيتي ومن خبرتي في التربيه، انا كان عندي سمان قديما وقعد 9 شهور قبل ما ايش باض. فخلنا نروح نشوف الديك طلع هو الانثى بديش ياكل الزرع. ادخلي ادخلي بس ادخلي. تمام ضبهم عشان ما ياكلوش الزرع. اكلوا اكلوا. يلا 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 على الدار على الدار، زي ما طلعتي فوتي. يلا 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 يا وزه، يلا يلا يا عيني، يلا شاطر شاطر يا ناس. هو اللي فتح الباب اساسا. كان قالوا لي الزرع اللي انا تعبت عليه وشقيت على ما جبته. طبعا منظر كثير حلو. اتمنى ان هم يكونوش ماكلين الزرعات وانكسرت بيضه مني. يلا ما هيك حكلهم. تمام ايش كنا بدنا نشرح عن السمان؟ طبعا يا جماعه الخير السمان كثير كثير لحمه يعني طري وحلو وفي اللي هو فوائد كثير وما فيش فيه كوليسترول. اول حاجه خلنا بس ايش نحط هذول على اساس ايش خلي ادم ياخذهم ناكلهم. تعال يا حجه. بالنسبه للي ماتت هذه انا لا اعرف عنها شيء ولا بعرف عنها وليش ماتت ما بعرف. قضاء وقدر، كل شيء عندي تمام، ولكن خلص يعني اشياء القدر انها يعني تموت. ما في امراض عندهم ولا رشح ولا انفلونزا ولا شيء. ولو حسيت عليهم بدهم يرشحوا على السريع ليمون على المويه وبتنحل القصه اقل من 3 ايام. طبعا هذا هو السمان اللي تم عندي. ان شاء الله بس تنحل اللي هو القصه تبعتنا حيتم اللي هو جلب يعني سمان ثاني اول ما تفتح البلاد، لانه حاليا في شويه مصاعب كلكم بتعرفوا. فبلا ما اتقلها عليكم يعني قدرنا يعني قد ما نقدر انه احنا نشرح لكم. خلينا نروح نجيب لهم الطعام تبعهم ونرجع. طبعا حنحط الطعام على في حبوب وحاجات ثانيه مثل اللي هو العواجه، ذره كسر، واي حاجه بياكلوها شي خدها وحطها للطيور الثانيه. فبسم الله ما شاء الله الشيء مرضي الى حد ما. شكله في غاد بيضه كانها مبيوضه ولكن فيش فيها مش عارف. المهم اتمنى ان انا اكون قدرت ارد على جميع اسئلتكم بالنسبه لتربيه السمان. وطبعا لو انت خبير في تربيه السمان وعندك اي معلومه اكتب لنا تحت في التعليقات عن تربيه السمان. خلي الاخوه يستفيدوا، خلي الكل يستفيد. لو وانت يعني بتعلق ولقيت تعليق هيك ولا هيك بطلب سؤال على تربيه السمان، اتمنى ان انت ترد عليه. لو انت عندك خبره او في مجال تربيه السمان خبره واسعه ترد على التعليقات الموجوده عندنا في الكومنتات تحت.
على اساس انه الكل يعني عنده خبرات والكل يعني كله ان شاء الله حسنات لك وجزاك الله الف خير. بالنسبه للاخوه اللي بردوا على التعليقات في الكومنتات للاخوه، وهذه هي القصه تبعتنا لهذا اليوم لما انا معاك البيض. طبعا لسه هدول انا ما اعطيتهمش الوجبه الثانيه، هذه انا بس اديتهم وجبه اولى ولسه الوجبه الثانيه ما اعطيتهم اياها، فان شاء الله هنعطيهم الوجبه الثانيه. هذا ورق الريحان كثير كثير ريحته حلوه، فمش عارف صراحه. خلينا نروح نجيب لهم الطعام لهم ونطعمهم معكم ونقفل الفيديو. فيلا طبعا حطينا اللي هو الطعام، وانا بتعمد انه انا اعطي الوجبه الثانيه للحمام بعد كل الطيور على اساس انه اي حبه تطلع هيك تطلع هيك ياكلوها الحمام، ياكل اللي هو الحب الزائد اللي بيقع مني، وبعد هيك بحط لهم الاكل الوجبه الثانيه من الطعام. طبعا خليهم ياكلوا اللي هو الزائد اللي وقع. خلينا نطعمي الديك عابر عابر ما شاء الله. خذ يا عابر، خذ يا حبيبي، خذ يا عمري. هم اليهود طول الليل بقعدوا يخبطوا ويرجعوا مش عارفين ننام هم. خلص يا حبيبي خلص، الله ياخذهم. طبعا حنعطيه الطعام وحنروح على البيوت الثاني ان شاء الله. بسم الله. طبعا يا جماعه الخير حنطعمي البط الراقد على البيض، كله قام على اساس انه ياكل ما شاء الله ما شاء الله عليه. تمام حنروح نطعمي باقي الطيور ان شاء الله، فخلنا نروح نطعمي باقي الطيور في المزرعه ندلعهم اخر دلعنا. شويه سلطه شويه بندوره شويه طبخه، يلا عيشوا ما شاء الله. تمام حنروح نطعمي باقي الطيور، وما أحلاها من منظر جميل وهو يطير ويريد الأكل ما شاء الله. طبعا يا جماعة الخير حطعمهم على أساس أنه بديش أطول عليكم مدة الفيديو، حطعمهم ونرجع لكم على أساس أنه احنا نلقي معكم النهاية إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ادم بلقط اللي هو الروكا او جرجيل ما شاء الله. تمام حطعمهم وارجع لكم يا جماعه. تمام يا جماعه الخير اطعمنا الكتاكيت. اكلتوا يا كتاكيت؟ اكلتوا؟ طبعا اطعمنا الدجاج كله كل البيوت زي ما شايفين وانتهينا. بس حاب بس احكي لكم على حاجه اخيره قبل ما نروح، بهديكم هذه الورده الجميلة لكل شخص سأل عني، وكل شخص بحبني بصدق وبإخلاص. طبعا هاني جماعة الخير هذا الحمامة أو فرد الحمام الزغلول رجله مصابة من القصف من القصف. رجله مصابة جاياها كأنه صجية مش عارف. المهم الله المستعان يا جماعة الخير. المهم بدنا نعالجه ونحطه هون. طبعا رجله يبدو عليها انه هي بدها بتر مش عارف، جايله صجية من اثار الحرب مش عارف. المهم حنحط له هون اكل، وهذا هو رجله متدمرة متدمرة متدمرة. انا مش راضي افرجيكم اياها على اساس انه يعني ما تقشعرش البدون. تم حطمنكم عليه ان شاء الله، حط له هون اكل وشرب وحطمنكم عليه ان شاء الله، وهقول لكم ايش صار معه. شهيد الحرب هو والسمانه. وبس حبايبي هيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو تصلخ لايك، لو اول مره بتفوت قناتي اتمنى ان انت تدعمنا باشتراك في القناه وتفعيل تنبيه الجرس الفائق ابو حزين ليصلك كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير ابتسامه اكثر من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.